أعزائي، من فجر يوم الجمعة التقينا بأحد رجالات الكرك، الأخ أبو عبد الله العبابسة، اللي بواظب دائما أنه يجي على القلعة خصوصا في هذا الوقت المبكر من الصباح. أقول لك، وأنا من عمري 10 سنوات وأنا دائما بجي على الكرك على القلعة، وبفرج السواح، بشوف الناس اللي بيسألوني بجاوب عن كل شيء. طيب أبو عبد الله، أنت دائما تيجي الصبح بكير؟ بحب أكون الصبح بكير، وبحب أجي على القلعة هنا، بشوفني سواح، بشوف الناس بنبسط فيها، بتسلى، بغيرها وبرجع الدار. طب أبو عبد الله، كم عمرك؟ عمري 91 سنة. العمر كله إن شاء الله. طيب أنت شو بتنصح الناس؟ يعني أنت ما شاء الله لساتك بصحتك وبعافيتك، شو بتنصحهم يعني حتى يحافظوا على صحتهم وعافيتهم؟ صحتهم إنه بنترك الدخان. أنا لما ماتت مرتي بطلت أتجوز، طلب ابني إنه يجوزني، ما قبلت أتجوز، أحب أعيش عزابي، حتى الإنسان لما يكون في سن 90 فوق 90 بيكون عزابي بطول عمره أكثر مما يكون مع مرأة، بعيش بظل صحته قوية. يعني هاي نصيحة للي مش متجوزين؟ كل الكبار. وجبرني ابني غير أتجوز، إسباني وما قبلت، أردني وما قبلت، ما قبلت أتجوز، وظليت صحة قوية معي هيك. شكرا لك ويسعد صباحك.